أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يعرف المسلم كيف يعرف المسلم دعاة السوء من ودعاة الباطل من غيرهم، وكيف يحذرهم؟ أولا ينبغي المسلم أن لا يكون حسن الظن بكل أحد، وقد من قال الشاعر: وحسن ظنك بالأيام معجزة فظن السوء وكن منها على وجل. ينبغي أن يكون من عرفه حقا بأنه من أهل الإخلاص والتقوى ومخافة الله والعلم فليتلقى، وإذا شك في أمر من الأمور فليعرض ما شك فيه على أهل العلم، ثم كما يقول السلف مثل عبد الله بن المبارك الذي في النصف الأخير من القرن الثاني الهجري يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تحملون دينكم. الإنسان يسأل من لقي وظن أنهم من أهل العلم. ثم أيضا من تريد أن تسأله انظر كيف يعظم هو الشريعة، ما هي قيمة الصلوات الخمس في المساجد في نفسه، ما هي جرأته على ارتكاب ما يسمونه التسامح. ينبغي للمؤمن أن يكون متمسكا بروح الإيمان، فإذا شيخت بأحد فخذ الكلام الذي تريد أن تسأل عنه احفظه جيدا وتأكد من ثبوته على هذا الكلام الذي أنت قلت، ثم اسأل عنه. وإذا علمت أن أحد الصحابة لما ذكر الأمانة والأمان قال وهو من الصحابة قال وأنا يعني يقول: لا أتعامل إلا مع فلان أو فلان أو فلان فقط، فكيف هذا في عهد الصحابة؟ أما في عهدنا فالأمر أعم وأطم، فنسأل الله العافية.